السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي القناة. من الآخر خلاصة، لو أول مرة تشوفني أو أول مرة تشوف فيديو القناة، ريت تشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك بالعربي لو أنت صفحتك عربي، أما لو أنت من ولاد الأجانب وكده هتبقى صفحتك إنجليش فأكيد مكتوب عليها سبسكرايب. تمام متابعين الكرام. لا نسيت حاجة مهمة أوي. أنت نسيت تعمل لايك المتين يا باشا، انزل اعمل لايك متين جنب السبسكرايب على طول فوق شويه كده، في لايك وفي ديسلايك، اوعى تضغط على الديسلايك، اضغط على اللايك ماشي، واشترك فعل زر الجرس بقى يصلك كل جديد. خلينا نتكلم مواعيد مباريات اليوم الاحد 1/11، دخلنا في 11 الحمد لله، 2020 هتمشي ان شاء الله. 1/11/2020 عندنا بقى الدوري الانجليزي، الاسباني، الايطالي، الالماني، الفرنسي، البرتغالي، السعودي، العماني، كاس موريتانيا، والدوري العراقي طبعا، الفلسطيني، اللبناني، وكأس الاتحاد البحريني. ودي كده شوية يعني ايه شعارات فرق كده اي كلام. خلينا نتعرف بقى على ترتيب ايه، خلينا نتعرف على مواعيد المباريات. طبعا الفيديو كالعادة بتوقيت مصر وليبيا والسودان، خلينا نتكلم جد بقى شوية. الفيديو يا جماعة زي ما انتم متعودين توقيت مصر وليبيا والسودان، لو عايز توقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام سوريا والأردن وفلسطين ولبنان هتزود ساعة. يعني مثلا مباراة استون فيلا اللي فيها تريزيجيه والمحمد على فكرة امام ساوث هامبتون، المباراه ميعادها الساعه 2 عصرا او مساء، تمام؟ دي عندك هتكون الساعه 3 عصرا او مساء بتوقيت مكه المكرمه والدول الاخرى. لو عايز توقيت الامارات وعمان هتزود ساعتين، فالساعه 2 هتبقى الساعه 4 عصرا، وطبعا الكلام ده مع باقي المباريات هتزود نفس الكلام. يعني لو عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب هتقلل ساعه، فالساعه 2 هتبقى الساعه 1 ظهرا او مساء. لو عايز توقيت جرينتش وموريتانيا هتقلل ساعتين، فالساعة 2 ظهرا او مساء هتكون الساعة 12 منتصف النهار، او الساعة 4 مثلا هتكون الساعة 2 ظهرا او مساء. خلينا نبدأ كده في الدوري الانجليزي الممتاز استكمالا للجولة السابعة. استون فيلا هيلعب امام ساوث هامبتون الساعة 2 عصرا او ظهرا او مساء بتوقيت مصر القناة، كله بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 2 ومعلق المباراة هو خالد الحدي. بعدها نيوكاسل يونايتد هيلعب امام ايفرتون الساعة 4 عصرا او مساء بتوقيت مصر، القناة كله بين سبورتس اتش دي 2 ومعلق المباراة هو حسن العيدروس. ثم مانشستر يونايتد هيستضيف ارسنال في مباراه الاقوى تقريبا في الجوله، هي اقوى مباراه في الجوله السابعه. مانشستر يونايتد هيستضيف ارسنال، ويا رب ما تكونش زي مانشستر يونايتد وتشيلسي عشان هنتشل بصراحه. المباراه ميعادها الساعه 6:30 مساء بتوقيت مصر، والقناه الناقله بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 2 وبين سبورتس 4K والمعلق المتالق حفيظ الدراجي. بعدها في ختام مباريات هذا اليوم بالنسبه للدوري الانجليزي، توتنهام هيستضيف برايتون الساعة 9:15 مساء بتوقيت مصر، وهنشوف بقى جوزيه مورينو هيعمل ايه. المباراة ستذاع على قناة بين سبورتس اتش دي 2 ومعلق المباراة احمد البلوشي. بالنسبة للدوري الاسباني ما عندناش حاجة قوية، برشلونة لعبت، اتلتيكو مدريد لعبت، والريال لعبت في حد تاني فالنسيا بقى. ريال بيتيس هتلعب امام اليتشي في الجولة الثامنة الساعة 3 عصرا او مساء بتوقيت مصر، قناة ناقلة بين سبورتس اتش دي 3 ومعلق المباراة مودرو اليوسف. ثم سيلتا فيجو هتلعب امام ريال سوسيداد الساعه 5 مساء بتوقيت مصر، والقناه الناقله بين سبورتس اتش دي 3 ومعلق المباراه هو سمير اليعقوبي. بعد ذلك غرناطه هتستضيف ليفانتي الساعه 7:30 مساء بتوقيت مصر، القناه الناقله بين سبورتس اتش دي 3 ومعلق المباراه هو الثوار الذهب. وفالنسيا هتستضيف ختافي الساعه 10 مساء بتوقيت مصر. مش عارف ليه بقى يأخروا الدوري الاسباني كده، ما تقدموا شويه يا جدعان، الواحد ما بيلحقش يعمل الترتيب. فالنسيا امام ختافي الساعه 10 مساء بتوقيت مصر، القناه الناقله بين سبورتس اتش دي 3 ومعلق المباراه عادل خلو. ومن الدوري الاسباني الى الدوري الايطالي عندنا شويه مباريات زي الفل بكره في الدوري الايطالي. اودينيز اول يوم، يعني خلاص احنا بدانا طبعا الساعه 1:30 قدام دلوقتي. اودينيزي هتلعب امام ميلان طبعا السلطان ابراهيموفيتش بقى وكده الساعه 1:30 ظهرا او مساء بتوقيت مصر، على القناه الناقله بين سبورتس اتش دي 4 ومعلق المباراه هو علي محمد علي. واس بيزيا هتلعب امام يوفنتوس، اتمنى يكون كريستيانو رجع، ما اعرفش تفاصيل عن الموضوع بصراحه، بس طالما رؤوف خليفه اللي هيعلق اعتقد ان شاء الله يكون رجع. المباراه ميعادها الساعه 4 عصرا او مساء بتوقيت مصر، القناه الناقله بين سبورتس اتش دي 1 وبين سبورتس اتش دي 4 طبعا لاستكمال الجوله السادسه. المعلق المتالق رؤوف خليف المحبب الى قلبي. تورينو هيلعب امام لاتسيو في نفس التوقيت بتاع سيبيزيا امام يوفنتوس، والقناه الناقله بين سبورتس اتش دي 5 ومعلق المباراه جواد بد او جواد بده. نابولي هيستضيف ساسولو الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 5 ومعلق المباراة أحمد فؤاد. وروما هيستضيف فيورنتينا في نفس التوقيت، والقناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 4 ومعلق المباراة محمد بركات. وفي ختام مباريات هذا اليوم بالنسبة للدوري الإيطالي، سامبدوريا هيستضيف جنوا الساعة 9:45 دقيقة و10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 4 ومعلق المباراة باسم الزير. عندنا مباراتين في الدوري الألماني اللي كالعادة ما بيتذاعش من أي قناة عربية.
الدوري الالماني الجوله السادسه عندنا فرايبورغ هيلعب امام باير ليفركوزن الساعه 4:30 عصرا او مساء بتوقيت مصر، القناه الناقله بي ان سبورتس، بي ان سبورتس ماكس 7 الفرنسيه، وفي قنوات اخرى لو عايز تتفرج. هرتا برلين هيلعب امام فولفسبورغ الساعه 7 مساء بتوقيت مصر، والقناه الناقله بي ان سبورتس ماكس 7 الفرنسيه. طبعا زي ما قلت لك قبل كده الدوري الالماني ممكن تشوفه على تطبيق موبي كوره بالنسبه للاندرويد، او طبعا كوره لايف وكوره في كوره 365، في قنوات كتير على على الانترنت ممكن تشوف فيها على الانترنت اونلاين يعني المباريات. الدوري الفرنسي عندنا اكتر من مباراه استكمالا للجوله التاسعه من الدوري الفرنسي. اعتذر طبعا لجماهير الدوري الفرنسي ان انا ما قدرتش اجيب الترتيب النهارده، باذن الله بكره بعد انتهاء المباريات هتكلم عن ترتيب الدوري الفرنسي. طبعا الكلام ده لا يمس بصله فرنسا القذره وماكرون الاقذر منها، ماشي علشان نكون واضحين يعني. سانت اتيان هيلعب امام مونبلي الساعه 2 ظهرا او مساء بتوقيت مصر، قناه ناقله بي ان سبورتس اتش دي 6 ومعلق المباراه سوار الذهب. انجيا هيلعب امام نيس الساعه 4 عصرا او مساء بتوقيت مصر، قناه ناقله بي ان سبورتس اتش دي 6 ومعلق المباراه عامر الخزيري. ديجون هيلعب امام لوريان في نفس التوقيت انجيا ونيس، والقناه الناقله بي ان سبورتس اتش دي 8 ومعلق المباراه باسم الزير. ونيمو اولمبيك هيلعب امام ميدز الساعة 4 عصر أو مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 7 ومعلق المباراة عادل خلو. استاد ريمس هيلعب أمام ستراسبورج، والقناة الناقلة غير معروفة في نفس التوقيت برضو. موناكو هيلعب أمام بوردو الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، والقناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 6 ومعلق المباراة نوفل الباشي. وفي الختام ليل هيلعب أمام ليون الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بي ان سبورتس اتش دي 1 وبي ان سبورتس اتش دي 6 ومعلق المباراة جواد بده. الدوري البرتغالي عندنا ثلاث مباريات، بورتمونينس هيلعب امام سانتا كلارا الساعه 5 مساء بتوقيت مصر، طبعا الجوله السادسه اللي بدات تقريبا السبت او الجمعه مش متذكر. بورتمونينس هيلعب امام سانتا كلارا الساعه 5 مساء بتوقيت مصر، القناه الناقله سبورت تي في 1 البرتغاليه. جيل فيزينتي هيلعب امام فيتوريا غيماريش، القناه الناقله سبورت تي في 1 البرتغاليه ايضا. وسبورتنج لشبونه هيلعب امام تونديلا الساعه 10 مساء، جيل فيزينتي وفيتوريا غيماريش الساعه 7:30 مساء، ماشي. سبورتنج لشبونه امام تونديلا الساعه 10 مساء بتوقيت مصر، القناه الناقله سبورت تي في وانا البرتغاليه. الدوري السعودي الجوله الثالثه اخر المباريات، النصر السعودي هيلعب امام الشباب الساعه 56 دقيقه او 7:10 مساء بتوقيت مصر، الساعه 57 دقيقه او 8:10 مساء بتوقيت مكه المكرمه والسعوديه، القناه الناقله الرياضيه السعوديه الاولى اتش دي كي اس سبورت سون اتش دي، ومعلق المباراه عيسى الحربين. الدوري العماني عمانتيل، اعتقد الدوري العماني بينقل على القناه الرياضيه العمانيه لان شفتها على النايل سات وانا بألف في القنوات يعني. طيب هو عندنا المباريات كلها في نفس التوقيت، المباريات كلها الساعه 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء عذرا 7 مساء بتوقيت سلطنه عمان. المباريات هي صحار امام فنجاء، عمان امام مسقط، السويق امام بهلاء، السيب او السيب امام صحم، النهضة أمام رباط، الظفار أمام النصر، الرستاق أمام العروبة، كلهم في الجولة 26. الدوري العراقي آخر مباريات الجولة الثانية، الكرخ هيلعب أمام أو الكرخ، يا ريت تعدلوا لي يا جماعة لأني معرفش أسماء الفرق في الدوريات العربية كلها يعني. الكرخ هيلعب أمام القاسم الساعة 1:30 ظهرا أو مساء بتوقيت مصر، الساعة 2:30 ظهرا أو مساء بتوقيت العراق في الجولة الثانية آخر المباريات، القناة الناقلة ممكن تكون قناة العراقية الرياضية. دوري المحترفين الفلسطيني عندنا مباراتين سيذاعوا على قناة فلسطين الرياضية. طرابلس هيلعب أمام، عذرا مش طرابلس، توباس توبالس أو توبالس توباس توباس هيلعب أمام أهلي الخليل في الجولة الأولى الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت مصر، الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت فلسطين. ومركز بلاطة هيلعب أمام مؤسسة البيرة، الأسامي دي لو صح ده في مشكلة تقريبا في فلسطين، الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7 مساء بتوقيت فلسطين. الدوري اللبناني اعتقد قناه ام تي في بتنقل الدوري اللبناني. عندنا شباب البرج هيلعب امام طرابلس الرياضي الساعه في الجوله الخامسه من الدوري اللبناني، المباراه معاده الساعه 2 وربع ظهرا او مساء بتوقيت مصر، الساعه 3 وربع ظهرا او مساء عذرا عصرا او مساء بتوقيت لبنان. في نفس التوقيت التضامن الصور هيلعب امام الصفاء، والانصار هيلعب امام شباب الساحل الساعه 6 4 و5 دقائق مساء بتوقيت مصر، الساعة 5:05 مساء بتوقيت لبنان. كأس موريتانيا النهائي بين تفرغ زينة أمام سنيم، المباراة معادها الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، الساعة 5 مساء بتوقيت موريتانيا. كأس الاتحاد البحريني عندنا ثلاث مباريات، الشباب أمام البحرين، والحد أمام الرفاع الشرقي، والبديع أمام قلالي.
الثلاث مباريات في نفس التوقيت، 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت البحرين، والثلاث مباريات ستذاع تقريبا على قناة البحرين الرياضية الأولى والتانية. تابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر الخلاصة. لو لسه موجود في الفيديو ما تنساش ترزع على اللايك المتين، وما تزعلوش مني بالنسبة لموضوع الدوري الفرنسي. أنا صحيح عارف إن في جزائريين كتير بيلعبوا في الدوري الفرنسي، لكن أنا لا طايق ماكرون ولا اللي بيشجع ماكرون. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك، أو سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو، وفعل زر الجرس لأصلك كل جديد. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.